صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. خلال فصل الشتاء بتحتاج البشرة والشعر للعناية والاهتمام الشديد عشان تقاوم عوامل الطقس القاسية وتقاوم البرد الشديد والهواء بحيث ما تتعرضش للجفاف. عشان كده هنقدم لكم النهاردة أفضل استخدامات للعناية بالبشرة والجسم مع خبيرة التجميل ليلي نور الدين. أهلا بيكي، اهلا بيكي. نورتي الحلقة النهاردة، ميرسي تشرفنا بوجودك. ميرسي اوي. أول حاجة أحب أعرفها إزاي يبقى في وقاية للأضرار اللي ممكن تتعرض لها البشرة؟ اول حاجة طبعا في فصل الشتاء البشرة بتكون يعني جافة جدا نتيجة الطقس القاسي والبرد والهواء، فلازم نعتني بيها في كل حاجة بنعملها في يومنا. يعني لو ما هنحط مثلا غسول في البشرة ايا كان نوعه، لازم نضيف في مية ورد علشان ترطب البشرة اكتر. لو هنعمل مثلا سكريب او مايس او ماسك او كريم مرطب، لازم برضو نضيف له حاجات معينة هنقولها مع بعض ان هي تدي ترطيب اعلى للبشرة. لو هنتكلم مثلا اول حاجه بنعملها بننظف بشرتنا، فلازم نستخدم غسول زي ما قلنا، هنضيف عليه ميه ورد لان هي بتحتوي على فيتامينات كتير فبتساعد على ترطيب البشره كويس جدا في الشتاء. بعد كده لازم نستخدم ماسك مثلا مرتين في الاسبوع على الاقل. هقول ماسك يعني هيناسب جميع انواع البشره وكويس جدا بيرطب البشره وينعمها، ومتوفر جدا الحاجات بتاعته كلها عندنا في اي منزل. يعني هو بيكون من افوكاتو، حبة افوكاتو مهروسة ومستوية بنهرسها، وبعد كده هو بنضيف عليها عسل نحل ولبن وندمجهم مع بعض، وبعد كده بنوزعهم على البشرة ونسيبه لمدة نص ساعة، وبعد كده نشطف البشرة بمية فترة. طب ايه اللي ممكن نعمله كمان عشان الهالات السوداء؟ برضو الموضوع ده منتشر، والهالات السوداء ان احنا نشيلها او نقللها حتى شوية. اول حاجة طبعا الوقاية اللي هي ايه، لازم ننام 8 ساعات على الاقل في اليوم، ما نشربش شاي كتير قهوة كتير كافي، كل الحاجات دي بتساعد على ان تحت العين بيكون في هالات سودة وانتفاخات كمان، والتدخين طبعا، كل الحاجات دي بتأثر جدا على الهالات السودة بتزودها. فالمفروض ان احنا نعتني بيها اول حاجة كمادة تلج، ممكن نستخدمها مثلا يوميا حوالين العين، وممكن خيارة نص خيارة مهروسة كده هوت أو اللي هو مبشورة. الزبادي وخيار لا بقى لا لا لا، الكلام ده. خيار بس ونبشره كويس جدا، وبعد كده هوت نحطه في مكعبات التلج اللي هي في الفريزر وبنستخدمه كتلجية، بس تلجية فيها خيار فاهماني، فهو بيساعد على التفتيح حوالين العين جدا. في حاجات كتير جدا كمادات الشاي برضو كويسة جدا للهالات السوداء، ولازم برضو الأفضل نستخدم بعد الحاجات الطبيعية ديت واحنا خارجين عشان هنتعرض للشمس، لازم سان بلوك، ولازم برضو نحط كونسيلر مفتح حوالين العين. برضو مش كل الناس مثلا بتبقى امكانياتها انها تروح بيوتي سنتر تعمل تنظيف بشرة، الحاجات دي كلها، فايه الوصفات مثلا اللي تقدري، الحاجات البديلة اللي تقدري تقولي لهم يعملوها في البيت، وبرضو تكون الخامات بتاعتها اسعارها معقولة؟ تمام، منتجات طبيعية، حاجات طبيعية متوفرة في أي منزل. في ماسك كويس جدا، هو ماسك وسكراب مقشر وبيزيل خلايا جلد الميتة وبيفتح البشرة وبيعالج الحبوب ومناسب لجميع أنواع البشرة. بنجيب رز ونطحنه بيكون زي الباودر كده، وبعد كده هو بنضيف عليه لبن وعسل نحل، بنحط الكميات متساوية مع بعض بحيث الماسك دوت يكون كريمي، بعد لما ندمجه مع بعض يكون كريمي لا يكون خفيف قوي. لو لقيناه خفيف فهنزود رز، لو لقيناه تقيل فهنزود العسل واللبن علشان يبقى في الاخر سمكه زي الكريم فتستفيد منه البشره، وبنوزعه على بشرتنا كلها لمده نص ساعه، وبعد كده هو بنشطف البشره بميه فتره. بجد بيساعد على نضاره البشره وبينعمها وبيفتح ممتاز وهايل جدا لجميع انواع البشره. طب كيفية إزالة الرؤوس السوداء؟ بصي، هو اهم حاجه للرؤوس السوداء ان احنا ما نحطش حاجات فوق بعض كتير، يعني ما بقاش خارجه مثلا بالنهار حاطه سان بلوك، حاطه فوقيه فاونديشن، فوقيه باودر، كل الحاجات ديت مع التراب والهواء والكده بتكون البثور السوداء. فطبعا الافضل ان احنا نستخدم دايما نعمل حمام بخار قبل تنظيف البشره، قبل اي ماسك او قبل سكريب لازم نعرض وشنا للبخار،
ونعمل بيلينج بقى كويس جدا وسكراب حوالين المناطق اللي هي فيها البثور، بتدي نتيجة كويسة جدا يعني. طب لو حسيت اوريدي ان البشره جفت خلاص وكده، ايه بقى الحاجات اللي ممكن اعملها عشان اعالج بقى الكلام ده؟ في كريم طبيعي ممكن نعمله في البيت نستخدمه يوميا على بشرتنا في فصل الشتاء، هيرطب جدا معانا البشرة وحاجاته كلها يعني بسيطة جدا. هنجيب فازلين ونضيف عليه زيت زيتون، حبة زيت زيتون وحبة صغيرة من زبدة الشيا، وهندمجهم مع بعض ونوزعهم على بشرتنا عادي، نستخدمه زيه زي أي كريم. طب ايه مثلا الانواع، مثلا البادي لوشن او الحاجات اللي ممكن نستعملها للجسم والكلام ده، وبرضو يعني انصحينا بانواع كويسة مثلا، او الماسكات والكلام ده برضو. تمام. ممكن نستخدم ماسكات طبيعية بعد الشاور بتاعنا، نستخدم ماسك طبيعي برضك هو افوكاتو، نضيف عليه عسل نحل ولبن وندمج بيه، ندمجه كويس جدا ويكون برضك خليط الماسك دوت متماسك، ونوزعه على الجسم كله ونسيبه نص ساعة ساعة الا ربع، وبعد كده هو نشف الجسم كويس جدا بمية فترة. وفي بعد كده ممكن نرطب بشرتنا يوميا بزيت الليفندر، كويس جدا للبشرة وبيساعد على ترطيبها وبيساعد على الاسترخاء كمان، وبيعالج الندبات وبيعالج حاجات كتيرة جدا. طيب نيجي بقى للشعر، كيفية تكون العناية بالشعر؟ اهم حاجة طبعا ان احنا نغسل وشنا، سوري، نغسل شعرنا بالشامبو المخصص لنوع شعرك. يعني مثلا لو شعرك جاف لازم تستخدمي شامبو للشعر الجاف، شعرك دهني لازم شامبو للشعر الدهني، وهكذا. اهم حاجة يكون خالي من الصوديوم، لان الصوديوم بينشف الشعر، فلما هتلاقي شعرك ناشف كده انت بتفقدي الزيوت الطبيعية في فروة راسك، فطبعا انت في حاجة ليها شديدة بالذات في فصل الشتاء. فممكن نستخدم كل واحدة تستخدم الشامبو الخاص بنوع شعرها ونضيف عليه زيت زيتون. زيت زيتون مفيد جدا وبيحتوي على فيتامينات مفيدة جدا للشعر وفي مواد مضادة للأكسدة، فده بيساعد على ترطيب البشرة ترطيب الشعر، وانه بيساعد على النعومة والتألق واللمعان. فيفضل طبعا كل شامبو بنضيف عليه معلقتين على الأقل زيت زيتون. معانا اتصال. الو الو، ايوه اتفضلي. معاكي كارمن، اهلا بيكي. حضرتك كنت عايزه اسالها على وصفه كده في البيت على حب الشباب. بتسالك على حب الشباب، اهلا بيكي. الاول هو اسبابه ايه يعني، بقاله قد ايه عندك؟ هو على طول بيظهر يعني، على طول بيظهر بقاله كذا سنه يعني. وبشور سودا كده على طول. في عندك اي حساسيه من اي نوع من الاكل؟ لا. تمام. بتعملي الحاجات اللي هي بتاعت ازاله الشعر وكده، بعد كده بتستخدمي كريم مرطب او مرهم يرطب بشرتك او بودره اطفال او كده، ولا بتعمليه وبعد كده تلاقي الحبوب ظهرت اكتر؟ بستخدم بعديها، بس انا البشور السودا دي عندي على طول بقالها فتره. تمام. طبعا هو المهم ان هي زي ما قلنا تعمل تنظيف بشره باستمرار، لان دوت شكرا. هيساعد على ازاله البثور. لكن بالنسبه للحبوب تحاول ان هي ما تعرضش وشها كتير للبخار، وفي ممكن تشرب كل يوم لبن خليط دسم وعليه معلقه خميره بيره معلقه عسل نحل. لو خليته ده روتين يومي لفترة قصيرة هتلاقي الحبوب دي راحت خالص، باستخدام طبعا كريمات معالجة للحبوب. يعني في كريمات ممكن بندمجها مع بعض، اقول اسمائها ولا كريمات؟ يعني في كريم سبوتليس لو ضفنا عليه بتدرم كريم بيكون هايل جدا جدا لعلاج الحبوب، بس نستخدمه على الحبوب بس، يعني ما نستخدموش على البشرة كلها، نستخدمه على الحبوب بس، فنتيجته فعالة وسريعة جدا. طبعا احنا عارفين ان اختلاف الجو بيأثر على الشعر، يعني مثلا في الصيف الشعر بقى بينشف ويبوظ وكده بسبب شوية عوامل زي البحر والكلام ده، بنبقى طالعين من الصيف بندخل على الشتاء، فيعني ايه اضرار بقى الشتاء على الشعر؟
طبعا هو الشتاء بيأثر على جفاف الشعر، فزي ما قلت لك كده بيكون شكله باين ان هو مقصف وناشف ومفهوش لمعة وبيفقد نعومته احيانا، فطبعا لازم نعتني بيه. زي ما قلت لك بنضيف على اي شامبو الخاص بالشعر بتاعنا زيت زيتون، ده هيساعد على ترطيبه جدا وهيديله لمعة كده وتألق. ممكن نستخدم برضو ماسك طبيعي للشعر مثلا مرة او مرتين في الاسبوع بعد ما اغسله. ماسك بيتكون من هنضيف زيت الجاجوبا مع الافوكادو وهو مهروس ومستوي، ونعمله كماسك على الشعر كله. معانا اتصال ونكمل الوصفة. معانا هايدي. الو الو، ازيك يا الو، هايدي؟ ازيك؟ عامله ايه؟ تمام، منورة. حضرتك، هي ازاي الواحده تعرف ان شعرها جاف او مش او دهني؟ هي بتسألك ازاي تعرف الشعر اذا كان جاف او دهني. فعلا ناس كتير بتبقى عايزة تتساءل في المواضيع دي، ما بتبقاش عارفة نوع شعرها. هي لو شعرها ما فيهوش لمعه وبتمسكه كده تحس ان هو ناشف، حتى لو هو ناعم بس ناشف، وده برضو بيكون نتيجه البرد، لاما بتستخدم صبغات الوانها فاتحه فبتساعد على ان الشعر يكون ناشف ومقصف. فلو لقيت ان هو ناشف وملمسه وشكله ما فيهوش لمعه فده بيكون شعر جاف. لو لقيت ان هي كل لما بتغسله فوت كام ساعة أو يوم وتلاقيه دهني أو فيه لمعة عالية فده بيكون شعر دهني. ده طبعا بيكون الأفضل إن انتي تغسلي شعرك كذا مرة في الأسبوع. لكن الشعر الجاف ما ينفعش إن احنا نغسله أكتر من مرة في الشتاء ومرتين بالكتير في الأسبوع في فصل الصيف. نرجع بقى اللي كنا بنتكلم فيه قبل الاتصال، كنتي بتقولي شوية وصفات. أيوة، ماسكات الماسك للشعر. بتاع الشعر، فبنسيبه بنحط زيت الجاجوبا مع الافوكادو وبنسيبه على الشعر لمدة نص ساعة. بس في خطوة مهمة لازم نعملها واحنا بنحط الماسك، ان احنا نعمل مساج في فروة الرأس. ده مهم جدا، بيساعد على تفتيح البصيلات وبيساعد على ترطيب فروة الرأس وبيفيد الشعر جدا. لازم نعمل المساج دوت يوم بعد يوم في فروة رأسنا وفي بشرتنا عامة. يعني المساج بتاع الراس ده نقدر نعمله لنفسنا؟ اه طبعا، ده طريقته سهلة وبسيطة. انت بتعملي كده اهوت ببطن صوابعك كده اهوت حركات دائرية جامد كده اهوت في فروة راسك، وتدلكي على الأقل 5 دقايق. معانا نعمة الله. ألو. ألو، أيوة حضرتك، معايا الدكتورة. أهلا بيكي. أنا عندي شعري، سامعاني حضرتك؟ سامعاكي. اه، بس علي صوتك شوية. عندي شعري، يعني أنا وضعت 3 بطن دلوقتي وشعري بينزل جامد جدا، وجبت حاجات من عند العطارين والصيدليات، وفي أماكن في شعري بورت كمان، يعني أنا كان شعري تقيل جدا، في أماكن في شعري بورت خالص يعني. ممكن مش اسألك عارفة سؤال؟ أجيب إيه، وبجيب أنواع شامبوهات وبجيب حاجات من عطارين برضو اللي طب هي هو بتبقى، سبب التساقط ايه اصلا يعني، وبقاله قد ايه وقت؟ يعني أنا جبت أول بطن كان تمام، تاني بطن كان تمام، تالت بطن لقيته راح بجد بعد تالتة، وشعري كان يعني جامد جدا تقصدي بعد بعد الولادة يعني؟ من بعد بقى الولادة بعد تالت مرة ليدي، وهو زاد في التصاوب لحد أماكن في شعري بورت خالص بتعملي ويفضلش صبغات او يزيد. حاجة؟ نعم؟ بتعملي صبغات؟ لا، أنا محجبة وما فيش أي حاجة خالص، غير الوسائل بس اللي أنا باخدها، فأقول ممكن تكون مؤثرة يعني. تمام، انا هقول لك حاجات طبيعيه كده هتستخدميها في البيت هتعالج ان شاء الله التساقط. دلوقتي اول حاجه، اي مدام لما بيجيب بيبي طبعا بيسحب مننا كل الكالسيوم والحديد والحاجات دي كلها، فلازم نعتني جدا بعد الولاده بصحتنا وشعرنا وبشرتنا اكتر من الاول. طب هل هي بيبقى فيه يعني طريقة بتعتني بقى بشعرها في فترة الحمل نفسها، بحيث ان هو بعد الولادة ما تلاقيش تساقط بقى طبعا وضعف طبعا، بس والكلام ده؟ حاجات طبيعية عشان البيبي وكده، كل حاجة تستخدمها فترة الحمل تكون حاجات طبيعية. زي ايه أول تنصحني بيه حاجة مثلا؟ يعني لازم قص الشعر كل شهر، لازم في نص الشهر العربي لازم يتقص الشعر أطرافه أول حاجة. تاني حاجة ودي أهم حاجة، الغذاء، يعني لازم تاكل خضار وفاكهة كويس جدا جدا، تشرب مية بكميات كويسة جدا على الأقل في اليوم 2 لتر، 3 لتر في الصيف 2 لتر في الشتاء.
الحاجات دي كلها مهمة جدا لعلاج التساقط. فكل انواع الفاكهة وكل انواع الخضار لازم تخليها روتين يومي في حياتها، مش كله هتاكله مع بعضه، يعني كل يوم لازم تاكل صنف او صنفين من الفاكهة او الخضار طالما في تساقط شديد كده. تحاول ان هي لو بفيز تعمل صبغة او حاجات فرد او كده، هوت لازم توقف كل الكلام دوت لغاية لما تعالج شعرها. في فيتامين كويس جدا، في زنك كويس جدا بيساعد على ان الشعر ينمو، اللي هي بتقول ان في فراغات بقت في شعرها ظهرت، فلو خدت الفيتامين دوت مرة في اليوم لمدة من 3 شهور ل6 شهور هيعالج التساقط وكمان هيملى الفراغات في الشعر. هو اسمه بانتوجار. طب هل ده بيساعد ان الشعر يطول برضو ولا ملوش علاقة؟ اه طبعا، ما هو بيساعد على انه بيملى الفراغات اللي في الشعر، بيساعد على ملوش اي اعراض جانبية بقى؟ لا لا، اعراضه الجانبية الوحيدة اذا كان هي مشعرة اصلا في جسمها بيزود شعر الجسم شوية، لكن اذا ما كانتش مشعرة ما مش بتحس بأي حاجة خالص. معنا اتصال. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك كان عندي المسام مفتوحة، اعمل لها ايه؟ زهرة بقالها فترة طويلة ولا من وانت صغيرة؟ لا هي يعني من فترة قريبة كده، بس انا يعني وبعمل لها تلج وبعمل البخار دوت وبرضه بترجع تاني نفس الكلام. تمام، هكتب هقولك على وصفة طبيعية تعمليها ان شاء الله هتجيب نتيجة كويسة معاكي. ربنا يبارك لك يا رب. ميرسي. المسامات، علاج المسامات اهم علاج ليها كمادات التلج اللي هي بالخيار، مهمة جدا برضك، وبنحط بنضيف عليها مية ورد، فلازم تعملها مرتين على الأقل في اليوم على المناطق اللي هي فيها المسامات واسعة. وتحاول لو هتعمل أي إزالة شعر لازم تبقى حاطة بودرة تلج على كامل وشها وبعد كده تحط فيه سيكورد. طب وإيه حمامات الكريم مثلا اللي بتنصحي بيها؟ يعني مثلا لما أجي أشتري حمام كريم، يعني أعرف منين أنه اللي أجيبه أنه لأ، النوع الكويس؟ تمام، في نوع اسمه لوفيا ممتاز جدا هايل لجميع انواع الشعر. ده بنكون غاسلين شعرنا كويس قوي وبعد كده بنضيفه على الشعر وبنسيبه حوالي 1/3 ساعة وبعد كده بنشف شعرنا. ده لو هنجيب منتج صناعي يعني متوفر في الصيدليات، لكن لو هنعمل حاجه طبيعيه الماسك اللي احنا قلناه دوت هايل جدا، كويس جدا وبيرطب الشعر، اللي هو زيت الجوجوبا ومعاه الافوكادو. معانا اتصال. معانا اسماء. ايوه لو ايوه سمحت. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله تاني. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا شعري طبيعته هو بيبقى من جوه ناعم، بس طول الوقت حاسه ان هو شكله هيج، فعايزه حاجه ترطب شعري. انا 28 سنه، عايزه حاجه ترطب شعري، ما يعني الزيوت ما بتنفعش معايا، ولا زيوت ولا كريم. هو من جواه بيبقى طري وحلو، بس يعني المنظر كده بيبقى على طول هيج من قدام، حتى من ورا بيبقى طري لكن من قدام هيج، حتى قصته برده نفس الموضوع. من ورا طري ومن قدام هايش. انا ما بتعملي مش فاهمه اي صبغات؟ حاجه. بتعملي صبغة او حاجة؟ لا انا بستخدم شامبو بس، وساعات يعني في انواع بلسم ساعات تنفع معايا وساعات لا، انا عايزه حاجه بس طبيعي. تمام. بصي، هو بالنسبة ان هي بتقول من قدام ان هو هايش ومن ورا طري، دي بتكون غريبة شوية، لان المفروض اللي قدام ده الشعر الجديد، فهي كده اكيد في مشكلة عندها في فروة الراس، لان الشعر الجديد دايما بيكون افضل لانه ما تعرضش لعوامل الجو او للميه او للشامبوهات اللي ساعات بتكون مدمره للشعر او الصبغات او الحاجات دي، فالمفروض اللي من قدام هو اللي يكون افضل. فدي كده في مشكله عندها في فروه الراس. طبعا انصحها ان هي تروح لدكتور امراض جلديه علشان يكشف ويعمل لها التحاليل المناسبه لحاله شعرها، ولغايه لما ده يحصل المفروض ان هي ما تستخدمش اي نوع شامبو فيه صوديوم خالص، واذا تستخدم صبغات او حاجه تكون فري امونيا، ما فيهاش امونيا خالص. طب بما اننا بقى في الشتاء والناس بتبقى بتروح الجامعات بتروح الشغل الكلام ده، وطبعا الناس بتحط ميك اب وكده وهي رايحه، بس في نفس الوقت بيبقى في وقت الصبح، فايه الميك اب مثلا المناسب للجامعه للشغل او خروجه مثلا بالنهار كده؟ تمام، اول حاجه طبعا تكون مرطبه بشرتها قبل ما تحط اي ميك اب، وطبعا الافضل في النهار الالوان اللي هي الهاديه اللي ما تكونش يعني اللي هي اكن نو ميك اب،
تكون الوان هاديه ترابيه، الوان ترابيه. لما تيجي تحط فاونديشن يكون ستيك، ما يكونش اويلي. وطبعا الافضل ان هي تجيب الفاونديشن يكون فيه عامل حمايه من الشمس، او الافضل خالص ان هي ما تحطش فاونديشن، تكتفي بالسان بلوك. وهو اصلا السان بلوك بيكون فيه انواع فيها لون بتديكي زي لون الفاونديشن شويه. بس اذا ايرجنت عندها ان هي تحط الفاونديشن فيكون ستيك، يكون افضل بالنهار، وتحط عليه اللاس باودر هيكون كويس. بس طبعا ما تحطش طبقه سميكه. طب وايه الالوان والموضه في الميك اب السنه دي في الشتاء؟ الشادو الاورنج وكل درجاته مع دمجه بالذهبي دوت اخر الموضه، مع اللون الشادو العنابي برضو دوت طالع موضه في الشتاء. والالوان الترابيه ما زالت برضو موضه. طب لو حد رايح مثلا بقى حفله او سهره بالليل او كده، تنصحيه بايه يعني في الميك اب؟ لان في ناس بتبقى صراحه عامله اوفر ميك اب قوي، يعني بتخلي شكلها يعني بتوحش شكلها بدل ما تحلي شكلها. المفروض الميك اب ده حاجه عشان تخلي الشكل احلى، فطبعا كلنا عارفين ان الميك اب السامبل هو احسن حاجه. فيعني لو واحده مثلا بقى رايحه حاجه سواريه او كده، تنصحيها بايه؟ هو بالنسبة للميك اب يعني هو مفهوش قاعدة في الألوان قد ما في الذوق، يعني ذوق كل واحدة. هي بتكون مثلا لابسه دريس تحاول تختار الالوان اللي هي منها لون الدريس دي اول حاجه، واللي يليق على بشر. يعني مثلا ممكن تكون واحده عينيها ضيقه وتحط اي لاينر وقلم اسود وتعمل سموكي ايز وكل الحاجات دي هتضيق لها عينيها اكتر، وهتحس ان الميك اب اوفر. فالافضل ان احنا نحط الوان فاتحه علشان نوسع العين. وبرضك كويس جدا، اهم حاجه ان انتي تختاري البراند بتاعك، ده مهم جدا، عليه عامل اساسي في ان الميك اب يظهر في الاخر بشكل كويس. لازم البراند يكون براند كويس جدا. لازم اجيب ان اختار نوع الفونديشن يكون درجه او درجتين بالكتير افتح من لون بشرتي. ما ينفعش ان انا اكون مثلا سمراء قوي واختار حاجه للناس اللي بشرتهم فاتحه، ده بقى بيدي نتيجة في الآخر. يعني كل واحدة بتلي عليها حاجة غير التانية. بالظبط. فطبعا ده بيكون أهم حاجة إن احنا نعرف نختار الدرجة بتاعتنا، عشان يدي في الآخر اللوك الجميل. وصلنا لنهاية حلقتنا، وتشرفنا بوجودك معانا واستفدنا جدا، وأتمنى تكونوا استفدتوا أعزائي المشاهدين. وأشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم من برنامجنا حواديت مصرية.